طالب العلم كل ما تقدمت به السن واتسع علمه كل ما عرف قدره وهضم نفسه وأدرك أنه ليس على شيء مذكور من العلم، وأنه بحاجة إلى الاستزادة من العلم. فكل ما تتقدم به السن وهو جاد في الطلب يكتشف نفسه ولا يعجب بنفسه ولا يغتر. والأحمق الغبي المحروم هو الذي ينتفخ أول ما يقرأ يفتر بنفسه ويعجب ويجعل نفسه في مصاف الأئمة الكبار الماضي. هذا غرور وجهل وحماقة، وهذا والعياذ بالله يرفع نفسه وهو عند الناس وضيع. فلذلك طالب العلم كل ما ازداد علما ازداد تواضعا لله عز وجل أول شيء، وذلا وخشية لله عز وجل، ثم تواضعا لأهل العلم معرفة لمنازلهم وأقدارهم وفضلهم واعترافا بجميلهم عليه، ثم أنه يهضم نفسه عندهم لأنه يعرف ماذا حصل من العلم وأن الذي عنده ليس إلا نبذ مما عنده. فهذا هو طالب العلم الذي كلما تقدمت به السن واتسع العلم أحس بمزيد الحاجة وأحس بأنه ليس شيئا بالنسبة لجانب أهل العلم وأن العلم أوسع من أن يحيط به الإنسان. ولذلك تجد بعض أهل العلم يكون له فتاوى في أول عمره يتراجع عنها في آخره لأنه توسع وعرف الأقوال وعرف المآخذ وعرف الموانع اللي منعت من قبله أن يفتي بالمسألة هذه، وكان يراها بسيطة وعادية. وقد الله عز وجل بين لنا هذا، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يفرح أنه يشتهر قوله وهو ما يدري هل هو صواب ولا لا. طيب إذا أخذ به الناس وعملوا مشكلة، تكون أضللت الناس وهو خلاف الحق. لذلك الذي ما يتواضع كل ما كبرت سنه واستسع علمه ترى هذا مغرور ومحروم. لابد الإنسان كذا. بعض أهل العلم تمنى أنه لم يطلب الحديث في كبره، لكن يرحمك الله الحديث نعمة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل كل حديث حفظته وعملت به؟ ماذا أجيب إذا سُئلت؟ وبعض العلم ما يفرح أن يشتهر قوله، يخشى أن يكون خلاف الحق فيتعبد به الناس. طالب العلم الحق هو الذي كل ما ارتفع قدره تواضع، كل ما اتسع علمه أحس بجهله وحاجة لمزيد من العلم. فلا بد من هذا، تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تتكبر كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. فإذا قرأت سيرة أهل العلم كم بذلوا من الأعمار في طلب العلم، كم تعرضوا للأخطار في سبيل الرحلة في العلم، وكم كتبوا من الأسفار، وكم أمضوا من ساعات الليل والنهار في المذاكرة، وكم ترددوا في الفتية. تعرض على جماعة من أهل العلم الأكابر في المجلس، كل واحد يدفع على الثاني حتى تعود الأول، كل واحد يود أن غيره كفاه. هذا مهم أن تدرك هذا، وإذا لم تعرف أقدار أهل العلم فأنت مغرور وسفيه،
وإذا كنت بذيع اللسان جريء الوقيعة في إعراض أهل العلم الأكابر أو نقد الأئمة المتقدمين فاعلم أنك محروم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان فلان يؤخذ عنه الحديث فتكلم في الناس فتركوه، نزع الله عنه القبول. تنبه لهذا، من عظمت خشيته لله عز وجل قل كلامه، ود أن غيره كفاه، ولم يفتي ولم يبدي رأيا إلا في ضرورة. لو وجدت إنسان في البرية ما عنده أحد يفتي تفتيه، لكن في المدن موجود من يفتي، ليش تحمل الإنسان؟ نعم.